سو الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الخوت والخواتات واللي متابعينا في القناة، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ونتبعوا الجزء الثاني ديال تفصيل تصميم باترون فيست للأطفال طفل 3 سنوات. وأكرر كذلك أن هذه القاعدة تصلح للصغير والكبير، تبع غير القواعد والقسمات، راه يخدموا لك للصغير والكبير على بركة الله. هذا الدار ديالي هو كمل، دابا غادي نزيد لقدام ونطراسيو باش نطراسيو الكمالة ديال الفيستا. قلنا لي وجود باش نلقاو هاد الخط هدا، باش كنطلعو على السطر، باش نلقاو هاد الخط هدا كنخطو نصف دورة الصدر، كنقسمو على جوج، كيعطينا هاد الخط هدا ديال الصدر، ونصف دورة الصدر مقسوم على 8، داكشي اللي عطانا كنطلعو به هنا، وهادشي اللي عطانا هنايا كنهبطو به حتى في ميل الكتف. يعني داكشي اللي عطاتك نصف دورة الصدر مقسوم على 8 كطلع به هنا وكتهبط به في الكتف من هاد جوج سنتيم. هادي جوج سنتيم، هادي تمشي نيشان هكا، يعني حتى هاد جوج سنتيم تحسب هنايا في ميل الكتف. هدا خط الوسط، هذا خط الهونش، كنقبطو الدورة كاملة ديال الهونش كنقسموها على 5 كتعطينا هذا الخط. هذا خط الطول الكلي، وهذا الرولاج. حنا مثلا بغينا نديرو الفتحة، غادي نخليو هنايا واحد، نخليو واحد 6 سنتيم من هذا الخط، هذا من هذا الخط ديال ديال لاكارور، عرض الظهر 6 سنتيم. ها 6 سنتيم. دابا غادي نخدمو القدام ديال لافيس هنايا، يعني نمددو هاد الخطوط هاد واحد شوية، كنمشيو للقياس ديالنا وكنمشيو لأكبر منطقة في الجسم وهي الهونش. نصف دورة الصدر عندنا، نصف دورة الصدر عندنا 30، وعندنا نصف دورة الهونش 33، يعني دورة الهونش هي الكبيرة 33. كناخدو نصف دورة الهونش فيها 33، كناخدو هاد القياس هذا اللي بقى لنا في الهونش، شحال بقات لينا هنايا؟ 10.5، 10.5 كنحطوها هنايا، وكنعبرو 33 ديالنا، وكنزيدو عليها 5 سنتيم، من 33 والخمسة 38. ملي كيكون الباترون الكاغيط هكا ما كنضربوش الحساب بزاف بحال التو، ولكن الباترون راه كيقتصد على التو، واخا ضيع في الباترون راه في التو ما غاديش ضيع. ملي كتقطع الباترون كتقطعو هو هذاك، كتحطو على التو وصافي كتخدم. كنعبروا هاد المسافة هادي
من هذا الخط هذا اللي هنا سرطانة 27 تقريبا 27 وسطروها واخا ما تسطرش حتى الفوق ماشي مشكل. كنجيو لهاد النقطة، كنجيو لهاد القياس هذا شحال عندي هنايا في عرض الظهر؟ عندي 25، 25 مقسوم على جوج 13، 13.5. كنجي لهنا 12.5 يا ربي ماشي 13.5، الحمد لله لا شونس. نجي لهنا كندير 12.5، هاهي 12.5، وكنديرها هنا لتحت 12.5، وكنطلع الستار. هنا راه كاين اتساع كتر من القياس، يعني ديك 5 سنتيم غير باش نفوه بيها وصافي. هنا في نقطة الصدر كندخل هنايا نص سنتيم بالنسبة لهادو، بالنسبة للدراري، وبالنسبة للراجل واحد كبير كندخل له سنتيم. وكنلاقي هاد النقطة هادي مع هاد النقطة هادي، وكنطلع بيها نيشة. هادي مع هادي باش كنلقاو هاد البلاصه هادي، لان ما جاياش هي مع الخط نيشان، حيت الدري الراجل عنده الصدر داخل، داكشي علاش هاد السنتيم هذا ولا سميتو كيتنقص باش ما كتجيش مبوطه في الصدر. هنا داكشي اللي دخلنا في داكشي اللي دخلنا هنا، دخلنا 5، غادي ندخلوها هنا. هنا غادي ندخلو 5 اللي دخلنا ليه، 5، وهنا غادي نهبطو ب4.5. من هنا غادي ننزل نصف دورة الصدر مقسوم على 8 كتعطيني 3.75، تعطيني 3.75، يعني شي 4 سنتيم كل 4. وهنا كنعبر الكتف لداخل ماشي سنتيم بالخياطة، انا عطيني 9.5. كنجي كنديرها من هاد النقطة لهنا، 9.5. هنا كندخل واحد 2 مليم ولا، المهم واحد النغيزة وصافي، واحد كبير راه كندخل له السنتيم. هنا كنخرج بجوج سنتيم، جوج سنتيم ونص، وكنطلع هنا بسنتيم. نلاقي هادي مع هادي، ونلاقي هادي مع هادي مع هادي،
هاد السنتيم اللي طلعت انا راه ما خصنيش نطلعو، يعني غير هنا النيت هنا باش ما يجينيش التركيز الصغير. هنا هذه دورة العنق، الفيستارا شو كل اوفيسي، كان مددها واحد جو سنتيم ولا ثلاثة على حسب الأزرار، وكنزيد هنايا هنا كنخرج جوج سنتيم. هنا جوج سنتيم وهنا جوج سنتيم، كنلاقي هادي مع هادي ونلاقي هادي مع هادي. هنا دابا كنضبط هاد دابا انا فصلت الدوفا، تراسيس الدار وتراسيس الدوفا، الدوفا مازال ما كاملش. دابا كنعبر باش نخرج البيتي كوتي ونخرج القياسات ديال النريجل، القياس ديال الكرش. هنا في الكرش عندي، هنا عندي 10 سنتيم وهنا لتحت عندي 10 تقريبا ونص، نقولو غير 10، وهنا في الصدر عندي 12، الصدر عندي 30، عندي هنا 12 كنحطها مع هاد النقطة هادي. وكنزيد حتى لهاد النقطة هادي، شحال عطاتني؟ 27، 26.5، شحال بقات ليا؟ 30، بقات ليا 3 سنتيم ونص، 3.5. نرجع للكرش، عندي هنا 10، كنحطها هنايا. هنا هاد البانسة ديال الوسط ما كنديرهاش، ولكن اللي بغى يديرها غير يتراسيها يتراسيها. بالنسبة لواحد صغير بحال هكا عامين 3 سنين لتحت راه ما نديرلوش هاد البانسة هادي ديال الوسط. عندي هنا 10، حتى لهنا 23، شحال بقات ليا؟ 28، بقات ليا 5 سنتيم. هنا في الهونش 10.5، كنحط 10.5 هنا، 10.5، وكنقلب على عشرة ونص، حتى لهنا 23، شحال بقات خاصاني؟ 33، بقات خاصاني 10 سنتيم، نقص منها سنتيم نزيدو هنا، وهنا نخلي 9 سنتيم. هنا في الجيب كنهبط، كننزل نصف دورة الصدر مقسوم على 8، بعض الخطرات مقسوم على 8 وبعض الخطرات مقسوم على 6 على حسب الطول ديال الفيستا. إلا كانت طويلة راه نقسم على 6 باش نهبط شوية الجيب، وإلا كانت سميتو نقسم على 8 باش الجيب يجيني طالع. 3.5،
75 هي 3.5. هادي الفتحة ديال الجيب، من الفتحة ديال الجيب كنخرج سنتيم، وكنلاقي هادي مع هاد النقطة هادي، وكنلاقي هادي هنا داخل هنا مع هادي. وهادي تمشي نيشان، هادي في حال بغيت ندير هنا البانسا، البانسا كنجي لهنا بغيت ندير الجيب، الجيب شحال غادي ندير فيه مثلا، غندير فيه مثلا 7 سنتيم، كنحط هنا وكنميلو شي شوية 7، كنهبط هنا سنتيم وكنطلع هنا سنتيم باش ندير جي 6 ولا 7. الجيب على حسب النوع ديال الجيب اللي بغي اللي بغيت، هذاك راه درتو انا بالسلسله، السلسله راه سهله غادي نوريكم خدمتها. وهاد الجيب هذا كنقسمو على جوج، والنص ديالو كنهبط البانسة ديالي، كنهبط عليه بواحد 3 سنتيم، وكنهبط حتى الجيب. هنا الا كنت غادي ندير البانسة ما كنتش غادي ندير الطراسيه، تقدر تشد فيها غير نص سنتيم من الداخل باش تعطيك هنايا سميتو هنا راه بلاص الجي. البتي كوطي ديالنا هو خارج هنايا 9 سنتيم، 5 3.5. غادي نحيدو هنا، غادي نديرو سنتيم ديال الخياطة. نزيدوها سنتيم بالخياطة للدوغة باش نكملو على التيكوطة. وزناها سنتيم بالخياطة، دابا غنخرجو التيكوطي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كنخرج على الطوب.